عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالكم فورماسيون تيب. فكيف ديما ما طولتش عليكم هذه المره بزاف، جبت لكم واحد الفكره جديده، فكره مشروع جديده هو كاين لكن غير متداول وباقي حصري على بعض الفئات المعينه اللي هما يعني خداو الميتي و بحال نقولوا محتفظين بها بوحديتهم. اليوم ان شاء الله جيت باش نبارطاجي واحد المعلومه اللي هي مزيانه سيرتو بالنسبه للناس، دونك هذه تكون خدامه بالنسبه لجوج الشرائح ديال الناس اللي بغاو يديروا هذا البروجي هذا، سواء الناس ديال الاي كوميرس او الناس ديال الكوميرس اون جينيرال، والناس اللي هما صنايعيه بالضبط الخياطه، دونك الناس الخياطه الحريفيه الحرفيين اللي عندهم الخياطه، اولا الكوميرس اولا اللي جامعينهم بجوج. دونك هذه الكونسيبت ديال هذا المشروع ديال اليوم ان شاء الله، وهو نبداو بعدا حيت اي حاجه من اي واحد ملي كيبغي بريزونتي واحد البروجي معين مثلا باغي يدير، فكنقول ليه شنو الاشكاليه اللي كتحل لينا انت بهذا المشروع ديالك ولا بهذا البرودوي ولا بهذا المساله اللي باغي دير انت، شنو المشكل اللي كتحل. كاين خصاص في واحد المجال انا جيت باش نغطي هذاك الخصاص، اولا كاين واحد الاشكاليه ما كنلقاوش كيفاش نركبوا واحد البارتيه ولا واحد الاليمو معينه، انا سهلت ليها وطورتها ورديتها سهله ان تركب، دونك بحال ما هكذا. فبالنسبه للمشروع ديال اليوم ان شاء الله فكيحل لنا واحد الاشكاليه كيعانيوا بها منها جميع الاسر سواء المغربيه سواء التركيه سواء العربيه، فاي وحدين عندهم الدراري اي عائله ولا اسره عندهم الدراري الوليدات الصغار فعندهم هذا المشكل هذا. يعني بالتجريب كذلك لا ميم شوز، يعني حتى حنا كنعانيوا من هذه المساله هذه. اما هي وهي ان يعني الزربيه ديال سواء الصالون سواء ديال المكان فين كنجلسوا كناكلوا وهذاك الشيء، ف ديما كيتوسخ، فكتمشي ديها كديها كتغسلها هذه الزربيه كتغسلها كتنقيها حدك كتحطها، شي واحد من الدراري كيخوي عليها شي حاجه جاي، المهم حليب قهوه اتاي، المهم شي حاجه ماكله كتوسخ كيخوي عليها، ويعني باستمرار يعني لدرجه كتبقى تتعيا وكتقول صافي خليهم يلعبوا خليهم ما عندك ما دير شحال قدك انك كتبقى كل مره الا ملي كتكون شي مناسبات معينه فهاداك الشيء ما عندك ما دير. بوم، دابا الحل ديال هذه المساله هذه كاين، اما هو دونك تسمحوا لنا على حسب الاذان. واخا اخواني بون رجعنا باش نكملوا الشرح اولا باش نبداو الشرح لان مازال ما بدينا اصلا. فاخواني قلنا الكونسيبت ديال هذا البروجي هذا هو انه كيوجد لنا واحد الغطاء ديال هذوك الزرابي اللي يعني الزرابي اللي كيكونوا برينسيبال، الزرابي ديالنا البرينسيبال، كاين واحد الغطاء اللي هو نقي ومضاد للماء، مضاد للوسخ ومضاد للماء، هو اللي كنغطيوه يعني كاين العبارات ديالهم الزربيه ديالنا كيما بغات تكون يكون الحجم ديالها كنديروا لها هذيك الزربيه. غادي تشوفوا نيت الفيديوهات الان وتشوفوا الصور راكم كتشوفوهم، فهذاك هو اللي كيتغطى وكتحط الزربيه، يعني ما نبقاو نخافوا لا على الوسخ، الدراري يلعبوا بخاطرهم ياكلوا بخاطرهم، ما عندناش كرام ديال المشكل، ديجا هو مضاد للسوائل وما كيتو يعني غير ما كيخليش داك الوسخ يهبط للزربيه الاصليه اللي حنا خايفين عليها مثلا غاليه ولا شي حاجه بحال هكا، فكيبقى غير الفوق مباشره كديرو في لا ماشين لا فيد غير كيتغسل وكتعاود ترجعو. دونك الكونسيبت ديالنا هو هذا، كما قلنا الاشكاليه اللي عندنا هو ان هذوك الزرابي ديالنا كيتوسخوا، والا كانوا عندنا الوليدات الصغيورين فصعيب اننا يوميا فيوميا يعني اللي عندهم الدراري الصغار يوميا كيتوسخوا لهم، يعني ما يمكنش يعني انفو يجيبها من غسلها جابها حطها ما غاداش تدوز قسم ولا قسمين الا وانها غادا توسخ، وغادا تبقى توسخ كل قسمين كل ربع ساعه في ما جات الماكله في ما جات دانون بيمو، المهم داكشي كيكون ضروري كيتوسخوا. فهاد الغطاء هذا دونك تيقولوا غطاء السجاد التركي، هو الاسم ديالو تركي لان هذا من اختراع ولا الفكره فهي تركيه. فكيف قلنا بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الاي كوميرس او لا بغاو يديروا الكوميرس اون جينيرال، يعني باغين يجيبوه ويبيعوه ويعرضوه على الزبناء، او لا باغين يديروا الاي كوميرس ويبداو يديروا لا ليفريزون ويعطيوها للناس، ف
برودوي كما تنقولوا وينين برودكت، هذا البرودوي هذا فهو رابح، رابح 100%. وخصوصا ان هذاك التوب باش مصايبين باش يتصايبوا هذوك الزرابي فهو ديجا توب لوكس، هو توب زوين عاطي العين ونقي وزوين وفي الملمس ديالو في الشوفه ديالو. والاثمنه ديالهم راه شي شويه، راه يعني كاين ديال 300 درهم 340 درهم، كاين 350 درهم، كاين 250 على حساب لي ميزور ديال اللي انت بغيتي. بون بالنسبه للناس ديال الكوميرس صافي راه باينه الامور ديالها انه غادي يشوف شي واحد تيصيب هاد لي برودوي هذا اولا كيجيبهم، لانهم كاينين في علي اكسبريس، كاينين في علي بابا، كيجيو من تركيا، الصنع المحلي كاين ولكن قليل بزاف، ما مازال باقي كما قلنا هذا مازال باقي حكر على بعض الشريحه المعينه، مازال الخياطه يعني كما نقولوا مازال ما خدمتي خدموش هذا البرودوي هذا بزاف، قليل اللي كيخدموا. دونك الفكره الثانيه اولا الطرف الثاني اللي غادي يستافد من المشروع هما الخياطه. دونك دابا كاينين بعض الخياطه اللي كيقلبوا على شنو الجديد اللي غادي يبداو فيه، كاينين لي ماشين، كاين الناس اللي خدامين معاه اولا هو خدام راسو ماشي مشكل نفس الشيء، فغادي يبدا يدير هذه، غادي يبدا يجيب التوب من طبيعه الحال، التوب اللي هو مضاد كيما نقولوا ووتر بروفين، مضاد للسوائل وكيكون كاليتي زوينه في الشوفه، يعني ماشي باش ماشي هذاك اللي كنعرفوا، لا التوب نقي وزوين وفي كل شيء، راكم عارفين العيالات ديالنا والمسائل ديالنا فهم كيبغيو ان ما يمكنش يديروا في الصالون ديالهم ولا كذا شي حاجه اللي ما تكونش عاطيه العين، فخاص يكون التوب عاطي العين ومزيان في الملمس ديالو ومضاد للسوائل وما كاينش لوسخ صافي. دونك ويبدا خدمته ويبدا من طرف حال بالستوندار، يبدا يخيط ستوندارات ويحطهم في المحل يبريزونتيهم، جا عنده شي كليان دا اي كيما بغى يكون النوع ديال الكليان راه محتاج هاد البرودوي هذا، اي كليان جا غادي يقول لي بون الا عندك شي زرابي وكذا ها هو عندنا الغطاء ديال هذاك الزرابي ديالك باش ما تخافش عليهم على اساس هذه ولا توسخات ولا شي حاجه، فكديها غير هي بوحديتها بحال واحد ليزار يعني خفيف، كدير لا ماشين بوحديتها احسن من انك الزربيه تطلعها راكم عارفين التمارين ديال الزربيه يعني صعيب انك تغسلها، فكتاخذ نهار ديالها كامل ومجهود، يعني كتاخذ نهار لا من ناحيه ديال هي شقاها لا من ناحيه يعني باش خاصك تفرغ ليها نهار ديالك، يعني الويكاند اللي كتكون مريح ضروري واحد كتبقى تفرغ ليها النهار ديالها باش انها تغسل باش انك تغسلها. دونك كيخدم ستوندار وفي نفس الوقت كيبدا يشد لي كوموند على حساب العبار ديالو، وتا هو راه ميم شوز الا بغى انه هو يزيد المبيعات ديالو يخدم يدير البروديكسيون ديال هاد المسائل ويدير البوبليسيتي، يشوف شي واحد اللي كيعرف الا ما كانش يعرف هادشي ديال الماركتينغ ديجيتال، يشوف شي واحد اللي غادي يدير ليه لي بوبليسيتي في الفيسبوك، الفيسبوك ادز، الماركت بليس، الافيتو، ماروك انونس، المهم اللي عنده مع هاد المسائل بحال هكذا صافي يتكلف ليه بهذا ويبدا يشد ليه لي كوموند، هو ما عليه غير الخدمه ويشوف الناس ديال لا ليفريزون راه موجودين الناس ديال ليفريزون ومعقولين، دونك كتشوف معاهم هما عارفين الحرفه ديالهم كتعطيهم لي كوموند وكيوصلوهم لمواليهم بطريقه عاديه. دونك الفيديو ان شاء الله ما غاديش يكون طويل لان هذا هو الكونسيبت ديال البروجي هذا وراه باقي جديد، دونك هذه اهم حاجه هو ان البروجي باقي جديد والبرودوي باقي غير مشاع، مازال ما مشاعش بزاف عندنا مع انه بادي قبل، راه بادي في 2020 2019 تقريبا نوعا ما بحال ما هكذاك، لكن بحكم ان كان جات هذيك المهم هذيك لا كوفيد كونفيرموم ديال كورونا فها شويه وقفات الوقت، دونك دارت واحد شويه ديال الروتار ودابا الحمد لله هي الحركه ديال العجله ديال الاقتصاد راه بدات تتحرك، دونك هذه الفرصه باش ان يعني نستافدوا من هاد المنتوجات اللي بحال ما هذه ان شاء الله ونكونوا سباقين ليها ونستافدوا منها ان شاء الله، لان اي حاجه كتكون يلاه باديه وفي الديبار فكيكون كتكون مربحه بزاف وكيكون عليها اقبال. واخا اخواني السلام عليكم والله يسر الامور للجميع، السلام عليكم.